الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام فيها الكثير من التغيرات، أكثر ما يكون على الجوانب أو على الجانب البيئي، وممكن أن نشهد إعصار كبير جدا يضرب مدينة أمريكية أو ولاية أمريكية. ممكن هذا الإعصار يؤدي إلى شلل في الحياة وحتى انقطاعات في التيار الكهربائي وحتى في البنية التحتية. غضبة للطبيعة تتحدى بها التقدم العلمي الذي يتباهى به الإنسان لتثبت أنه مهما تقدم فإنه لن يستطيع ترويض مخلوقات الله وجنوده. فها هو إعصار هارفي يضرب ولاية تكساس الأمريكية منذرا بكارثة إنسانية تحاول السلطات الأمريكية التغلب عليها بمطالبة السكان بالنزوح بعيدا عن الساحل الجنوبي. نتابع. حالة من الشلل التام تصيب ولاية تكساس الأمريكية مع وصول الإعصار هارفي الذي اجتاح المنطقة ويعتبر أقوى عاصفة تضرب البر الرئيسي الأمريكي خلال أكثر من 10 أعوام. سلطات ولاية تكساس حذرت المواطنين من قدوم الإعصار المدمر، مطالبة سكان المناطق الساحلية مغادرتها تجنبا للكوارث المتوقع حدوثها نتيجة هارفي. We're dealing with a strong category 2 hurricane just 180 miles south of Corpus Christi. Well-defined eye, a well-defined center of circulation. Notice on our future track, this again is the first feeder band of many. We're expecting again landfall sometime early tomorrow morning just before sunrise. So today throughout the day, we will see waves of rain. There may be periods and breaks where you look outside and you say, okay, I'm talking cloudy skies. And then you wait a couple of hours and then that rain starts to inundate the city yet again. Hurricane Harvey trifft die US-Küste in Texas. Der Wind ist 210 Stundenkilometer schnell, es drohen Sturmfluten und schwere Regenfälle. Betroffen ist ein Gebiet mit 16 Millionen Menschen. Am gefährlichsten ist der Regen, warnt der Gouverneur.